Gibran died in New York City on the 10th of April, 1931. On the 22nd of August, 1931, Gibran's body reached Beshari. Gibran writes in one of the letters to his cousin Nahli that Beshari is the home of my heart. In another letter addressed to Amin al-Ghurayib, he writes, I will go to Lebanon and I will not stop. قلت الرغبة عنده أنه يرجع يعيش ببشري ويقضي فترات أخرى بحياته بهالدائرة هيدا. هالشي ما تحقق عند جبران، توفى. بلوصيا حاطت رغبة أنه يندفن بدائر مار سركيس. هلأ بموضوع شراء الدائر، يعني جبران كانوا الرهبان وافقوا على أنه يبيعوا الدائر، بس ما كانت تمت عملية البيع والشراء إلى أن وقت مريانا رافقت جسمين جبران إلى بشري، كان جبران مجهز المبلغ المادي المتفق عليه واشترت الدائر واندفن جبران بالدائر. Mariana, his sister, bought the monastery and the adjoining lands and thus fulfilled part of her brother's will to make of the hermitage his burial place. The hermitage, Gibran's tomb, is an old cavern where many hermits sought refuge since the 17th century. In 1862, the Carmelite fathers went on to build the monastery. سنة 1931 اندفن جبران، وسنة 1975 تحول هالمدفن مع تطوير أكيد بزيادة بعض الغرف، ضاف طابق بكامله مع البقاء على الهيكلية الأساسية للدير، واليوم يعرف بمدفن ومتحف جبران. The third room in the museum contained chosen furniture belonging to Gibran. These illustrate the simple and yet pleasant life of the artist. نحن بالمبدأ عندنا المجموعة الأكبر من لوحات جبران اللي هي عبارة عن 440 لوحة. Gibran's art career into five continuous stages. First stage, his beginnings in the middle of 1890s until 1908. Second stage, from 1908 to 1914, the years preceding his stay in Paris and after his return in 1911 until his establishment in 1911 in New York. Third stage, from 1914 to 1920, a stage marked with charcoal drawing and the discovery of paintings in watercolors. Fourth stage, from 1920 to 1932, and also in the fifth stage, from 1923 to 1931, he achieved purity in his drawings and clearness of vision. الملاحظة الأولى اللي بيلاحظها أي زائر بالمتحف إذا كان عنده اطلاع عن فن جبران أو عن كتاباته بيلاحظ شغلة كتير مهمة هو إنه بهاللوحات الأجساد عارية. بمفهوم خاص عن جبران ومفهوم عام بحد ذاته، نحن كبشر نخلق عورات، فإذا هي دعوة للعود إلى الطبيعة، للتجرد، للبعد عن الأمور المادية. بلاحظ ملاحظة تانية كمان إنه إضافة للأجساد العارية، جبران كتير رسم وجوه ونساء من أمه بالأساس، اللي هي كانت امرأة. كان جبران على طول يقول إنه هي صاحبة أكبر فضل عليه. مرة كانت داهية تعصرة بال
بالعربي أو باللبناني، مرة كانت كتير ذكية اكتشفت جبران، واللي بيرافق مراحل حياته بيعرف إنه جبران وقت اللي فلوا من بشري على بوسطن كلهم راحوا على سوق العمل يشتغلوا، ولكن جبران راح على المدرسة، وهيدا الفضل لأمه. وإجت بعدين بمرحلة تانية وتالتة، والمرأة اللي كانت صاحبة علامة مميزة اللي هي ماري هاسكن، واللي هي بالفعل جبران كان يعتبر إنه هي صاحبة أكبر فضل عليه، ولو يمكن من ماري هاسكن ما وصل للي وصل. عندك لوحات النبي يلي جبران جسد فيهم كل أو أكترية المواضيع يلي بتهم الناس، يعني وقت الحكي عن الحب رسم الحب، وقت الحكي عن العائلة رسم الأولاد والعائلة وشو دور الأهل بالنسبة للأولاد وضمن هالإطار هيدا. وكمان عندك لوحة الزواج، كيف رجل وامرأة واقفين ويد الخالق بيناتهم يلي هي الأساس، والرجل والامرأة هني مثل عواميد الهيكل ما بيقدروا يكونوا متلاصقين، بده يكون في مسافة، لأنه إذا الهيكل بتبني على عمود واحد الهيكل بيوقع. Rare are the paintings that Gibran signed or titled. He was known for saying, "Visions cannot be titled." And to whoever wondered why he did not sign his paintings, he replied, "Wherever they might be found, my paintings shall be known as mine." قسم إلى حد ما بأهمية اللوحات، وهو القسم يلي بيتعاطى بالشق المخطوطات الجبرانية. عندنا 50 دفتر هن نوت بوكس أو مانوسكريبتس لجبران، من بينهم مخطوط يسوع من الإنسان بخط إيده لجبران باللغة الإنجليزية، والجالي بروف النسخة يلي مطبوعة على الداكتيلو وجبران مصححة. All the masterpieces of this great artist, philosopher, and poet are exhibited in the 16 rooms of the three floors of the museum leading to Gibran's last resting place, his tomb.